هل صحيح بأن من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر؟ نعم، الذكر ذكر الله عز وجل بالتسبيح والتهليل والتكبير فيه أجور عظيمة، خيرات كثيرة، وأن من قال سبحان الله 100 مرة غفر الله له وكان كمن أعتق 10 رقاب، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، وكذلك تغفر ذنوب الذاكرين لله عز وجل وإن كانت مثل زبد البحر. جاء في الترغيب في الأذكار الشرعية، جاء فيها نصوص كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أمر الله بذكره والإكثار من ذكره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت. فالذكر فيه حياة للقلوب، وأما ترك الذكر ففيه موت للقلوب وغفلة عن الله سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله خيراً.